ممكن نشوف المنتخب الفرنسي يفوز بهذه المباراه بسهوله زي اللي شفناه مع المنتخب الارجنتيني مع الكرواتي؟ يعني اعتقد هيبقى في فرق ان المغرب هتلعب بالروح يعني الروح بتاعتها الحاجه الوحيده، الجمهور وكل جمهور يعني هم فعلا عارف انت كانك بتلعب ماتش عمرك، يعني الماتش ده ماتش عمرك، يعني ممكن بالنسبه لهم النهائي خلاص يعني انا بس المهم ابقى موجود في فده ماتش العمر بالنسبه للمغرب. لكن انا اعتقد ان فرنسا رايحه بقى باك جراوند ان ده المنتخب اللي طلع اسبانيا، المنتخب اللي كسب بلجيكا المصنف الثاني، المنتخب اللي خرج البرتغال، يعني فرنسا وهم اكيد بيستعدوا للماتش ده، يعني هيكونوا ذاكروا كل حتى لويس انريكي في المؤتمر الاخير يعني من النهارده تقريبا او امبارح لما كان بيتكلم حتى على اوناح بيقول انا ما يعني اللعيب ده جه منين، انا نعرف زياش ونعرف اشرف حكيمي ونعرف مرابط، يعني نعرف اللعيبه دي لعيبه شفناها، لكن وناحي ده رقم 8 وحتى قال رقم 8 جابوه منين، ده جه منين، ده كان بيجري في كل حته في الملعب. اوكي ده اكتشاف يعني بالنسبه لي، فهم اكيد هيذاكروا المنتخب المغربي بشكل اكبر. كمان برضو اللي انا كنت دايما بقول عليه، هل المنتخب المغربي ولحد دلوقتي ناجح في الحته دي هيقدر يستمر بدنيا ان هو يبقى واقف على رجله قدام فرنسا؟ لان برضو فرنسا لعبت ماتش انجلترا كان ماتش تقيل، ولكن في الاخر ما حسيتش ان فرنسا عملت مجهود كبير. يعني فرنسا على مدار البطوله انا مش حاسس ان هم عملوا مجهود يعني بدل شغل بدل، يعني كان بيكسبوا يخش فيهم جون يعوضوه. حتى ماتش فرنسا هم كانوا ماتش تونس كانوا بيلعبوا الشوط الاول تقريبا بنص يعني التيم كله بره لحد ما نزلوا في الاخر الشويه اللي هم اخر ربع ساعه اللي كانوا حاولوا يتعادلوا فيها جابوا الجون اللي اتلغى. فنتمنى يعني نتمنى ان المغرب تفضل الروح دي موجوده فيهم، العزيمه وقفتهم في الملعب. وحتى الكراجي النهارده كان قال تصريح لطيف اللي هو بتاع الاستحواذ، قال يعني الناس بتتكلم على طريقه لعبنا والاستحواذ، انا في الاخر بحقق الهدف بتاعي. هم فعلا كمنتخب ما بيستحوذش على الكوره كتير، لكن هم واقفين صح في الملعب وده اهم حاجه. عندهم روح، عندهم النهارده الاستخلاصات الدفاعيه بتاعتهم قويه، عندهم حارس قوي، ولما بيروحوا في فرصه يعني بيجيبوها. اي نعم هم انا من وجهه نظري ومش قصدي طبعا تريقه الاشقاء وكل حاجه، لكن جديره يعني حظه غريب جدا، مهاجم بيضيع انفرادات في الماتشات. على فكره ازارو رمزي ازارو اسلوب رمزي ازارو جدا، بس يعني يوصل يعني غريبه جدا ان انا النهارده في ماتش زي اسبانيا بروح انفرادين على اسبانيا بضيعهم، اجي في ماتش البرتغال اروح انفراد تقريبا كان من نص يعني كان انفراد غريب كده يضيعه نص من ازارو. يعني هو موقوف طبعا خلاص لانه خد طرد في المباراه اللي فاتت فهو موقوف. فيعني نتمنى ان هم حتى في الحته الهجوميه لما يبقى في ضغط لو هم قدروا ان شاء الله يقفوا يعني الفرنسا، فحته الهجمات المرتده دي لو نفذوها صح هتبقى بالنسبه لهم حاجه كويسه. خصوصا كمان في كلام ان رابيو ممكن ما يلحقش بمباراه لانه عنده نزله برد وتقريبا ما اتمرنش امبارح، ما اعرفش النهارده تمرين مش مهم قوي في مثل هذه بس هو كان عنده يعني وارد ان هو ما يلعبش الماتش بتاع السيمي فاينل. فده لان رابيو واحد من لعيبه النص اللي عاملين بطولة جيدة جدا، يعني بنتكلم في المغرب طبعا الثلاثي المغربي وابرزهم بنتكلم مرابط واناحي هم في وسط الملعب عاملين شغل عالي، لكن رابيو برضو رقميا وحتى في الملعب عامل شغل. فانا اتمنى هنشوف المعركة اللي ما بين حكيمي ومبابي الاصدقاء هتبقى عاملة ازاي. وفرنسا والمغرب يعني هي عارف انت اللي هو ايه، فريق بطل العالم وبيلاعب فريق هو حياته كلها في ماتش زي ده. صحيح.